قبل ما نبدا اخبارنا وفقراتنا لصباح الخير يا مصر النهارده، نصبح على منا وطمنا على حاله الطقس، كمان نتعرف منها على اسعار العملات والذهب. صباح الخير عليك يا منا. صباح الخير عليك يا شازي. صباح الخير عليك يا جمال. صباح الخير يا منا. الجو النهارده حر شويه، لكن يعني خلاص احنا في الصيف، احنا متعودين. انا وانا نازله يا منا الجو كان لطيف شويه، يعني واحنا جايين الشغل الجو كان لطيف شويه. احنا مش مخيس، احنا بننزل 3 الفجر لازم يبقى لطيف امبارح. في 3 امبارح فعلا كان الجو لطيف بالليل قوي. تمام، بس يعني اثناء النهار مش هيبقى باللطف بتاع امبارح خالص. ما تخدعش يعني. صباح الخير على كل مشاهدينا. خلينا على طول نبتدي بمتوسط اسعار صرف العملات الرسميه. هنبتدي مع بعض بالدولار الامريكي. سعر الشراء 18.83 جنيه، وسعر البيع 18.90 جنيه. اليورو 19.18 جنيه للشراء، 19.26 جنيه للبيع. الجنيه الاسترليني 22.55 جنيه للشراء، 22.65 جنيه للبيع. الفرنك السويسري 19.36 جنيه للشراء، 19.44 جنيه للبيع. اليوان الصيني 2.80 جنيه للشراء، 2.82 جنيه للبيع. الريال السعودي 5.01 جنيه للشراء، 5.03 جنيه للبيع. الدينار الكويتي 61.16 جنيه للشراء، 61.57 جنيه للبيع. والدرهم الإماراتي بيسجل 5.12 جنيه للشراء، 5.14 جنيه للبيع. أما بقى بالنسبة لمتوسط أسعار الذهب، سعر السوق عيار 18 للجرام الواحد بيسجل 853 جنيه، عيار 21 بيسجل 995 جنيه للجرام، عيار 24 بيسجل 1137 جنيه للجرام، والجنيه الذهب بيسجل 7960 جنيه. أما بقى لأحوال الطقس النهاردة، رابع أيام العيد، فالنهاردة الجو هيكون حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، وفي ارتفاع في نسب الرطوبة بالنهار. ده طبعا هيزود الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع بقيم بتتراوح بين 2 و3 درجات. كمان النهاردة هيكون في شبورة مائية الصبح على بعض الطرق المؤدية من وللقاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء. درجة الحرارة النهاردة في القاهرة 34 درجة، أعلى درجة حرارة هتكون في أبو سمبل 41 درجة، والأقل هتكون في الإسكندرية 30 درجة. هنتابع مع حضراتكم الطقس بالتفصيل بعد قليل.